استشهد فجر اليوم 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوب المدينة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات ونشرت قناصاتها في أكثر من مكان وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم. وقالت مصادر في الهلال الأحمر إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة.